الأنصاري رحمة الله عليه، هذا العالم جدا كان دقيق، دقة متناهية في كل شيء. كان عنده أخو اسمه منصور الشيخ الأنصاري المرجع الأعلى. هذا منصور كان يعيش في ضيق وفي فقر. الأخ كان يعطي لأخيه كما يعطي لبقية الأفراد. فأمه في يوم من الأيام قالت له أنه هذا أخوك منصور هواي فقير، وضعه مو جيد، شوية طيلة أكثر. فقال الشيخ: يا أمه، أنا ما عندي جواب أمام الله يوم القيامة إذا أعطيت لأكثر مما أعطيت للآخرين، ولكن أنت إذا عندك جواب أمام الله خذي هذا المفتاح وأعطيه ما تحبين. الأم الزاهدة الورعة المقدسة فكرت قليلا ثم قالت: لا، أنا ما عندي جواب أمام الله يوم القيامة، وردت إليها المفتاح. وهو الشيخ رحمة الله عليه في حياته الشخصية كان يعيش بدقة متناهية. يقرأ في حياته حقيقة عبارة مؤثرة تنقل عنه، يقولون عندما الشيخ توفي رحمة الله عليه بعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والتقوى والزهد، لم يخلف لا مالا ولا عقارا ولا بيتا ولا أي شيء، يعني مات وما عنده شيء، فقط خلف بنتين، هاتان البنتان من فقرهما ما كان يتمكنون أن يقيموا فاتحة للشيخ. قد قيمة الفاتحة؟ إيش قد؟ مبلغ زهيد. حتى هذا المقدار لا هو كان عنده ولا بنته كانت عندهم. حتى بعض المؤمنين المهم شافوا هذا الوضع فهم تبرعوا بإقامة الفاتحة على الشيخ. هذا الشيخ الدقيق إلى هذا الحد هو الذي الآن الحوزات العلمية تدور حول فقهه وتقواه من قبل أكثر من 100 عام إلى هذا اليوم. هذه الدقة وهذه الملاحظة. الحقيقة هذه أيام قلائل نعيشها. في الحديث: أبناء الأربعين زرع حان حصاده، يعني إذا واحد بلغ الأربعين هاي نهايته بعد نصف عمره انتهى، نهايته بعد قريبة. الإنسان يجب أن يتخذ منهج الدقة في حياته، في كلماته، في تعليقاته، عندما يعلق على مؤمن ويؤذي مؤمنا بتعليقه، هذه الكلمة محاسب عليها عند الله يوم القيامة، بكلماته، بتعليقاته، بنظراته، بمواقفه، بكل شيء في حياته. حقيقة إذا واحد كان كذلك يعيش هذه الدنيا بسعادة حقيقة. واحد عندما ينام بالليل يعرف أنه مو مسؤول أمام الله، ما عنده مشكلة مع الله. نقرأ في الزيارة: عشت سعيدا. سعيدا يعني شنو؟ يعني سعيدا بالمال؟ لا، سعيدا بطاعة الله. واحد يعيش سعيدا في هذه الحياة، وعندما يغمض عينه يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين.